نبض قلبي مرة بحب عميق لك. هل بكيت من أجل انذارك الطويل؟ هل اقتربت من فهم مشاعرك وأنت تبلغ أجدادي تلك الدعوة النبيلة؟ قسوة الأقارب وجلفة القبيلة وتراكم أحقاد الناس عليك، هل وعيتها أنا على كثرة تكرارها علي في سنوات عمري؟ حبيبي محمد، هل بالفعل نطقتها وقلبي مليء بمشاعر لا يمكنني وصفها؟ هل سأستطيع أن أصل إلى ذلك يوما ما؟ لكني ورغم ذلك سأظل أكررها حتى أستلذها في حياتي. أحبك أحبك أحبك.